السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناة مستر تك. سوفت راوتر HG630. سبق ونزلنا سوفت راوتر HG630 هواوي لتشغيله على جميع الشبكات، يعني نزلنا السوفت الأصلي بشركة هواوي عشان نقدر نشغله على أي شركة أنت عايزها، سواء بقى شركة وي، أورانج، فودافون، اتصالات. فكتير من متابعين القناة سأل على إعدادات الراوتر الأولية، وخصوصا وان الراوتر مش هيسحب اعداداته من الشركه، يعني كان السوفت الاصلي او السوفت بتاع الشركه بيسحب اعداداته اوتوماتيك من الشركه، فحضرتك ما كنتش بتحتاج تعمل اعدادات. ولكن في حاله انك هتنزل له سوفت هواوي، ففي الحاله دي هو مش هيبقى تابع لاي شركه، وبالتالي لازم تعمل له اعداداته بنفسك. فالنهارده ان شاء الله هنتعلم سوا ازاي تعمل اعدادات الراوتر HG630 وسوفت هواوي الأصلي بحيث تقدر تشغله على أي شركة من الأربعة، سواء وي، أورانج، اتصالات، فودافون، يعني مهما كانت الشركة بتاعتك هنقدر نعلمك إزاي تعمل الإعدادات بتاعتك. بس طبعا قبل أي حاجة متنساش تضغط لايك، ولو لسه مشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. هنفتح طبعا صفحة الراوتر، طبعا بنفتح المتصفح وبنكتب فوق في العنوان 192.168.1.1. طبعا هنا طلب منا يوزر نيم وباسورد. في اليوزر نيم هنكتب ادمن، وفي الباسورد هنكتب كلمة admin برضه، طبعا الحروف كلها small. طبعا سواء اليوزر نيم او الباسورد الاثنين بحروف small admin، وهنضغط على login وmodify name. طبعا قبل ما حضرتك تعمل اعدادات للراوتر لازم يكون معاك بيانات الخط. ايه هي بيانات الخط؟ اللي هي اليوزر نيم والباسورد بتوع الخدمه، ودول اما بيجولك في رساله او بتتصل بخدمه العملاء. فلو حضرتك من شركه وي هتتصل على 3 وحدات، ولو اتصالات هتتصل على 16 5 11، اما لو فودافون هتتصل على 28 28، ولو شركه اورنج هتتصل على 16 3 3. طبعا الثاني فحضرتك برضو بتتابع مع الشركة اللي انت تابع ليها. المهم حضرتك هتاخد اليوزر نيم والباسورد بتوع الخدمة، ايا كانت شركتك لازم يبقى معاك اليوزر نيم والباسورد بتوع الخدمة. هنيجي هنا بقى على انترنت، هنلاقي هنا في الانترنت EDSL و VDSL. هنا ال DSL اهي، تضغط على Edit. طبعا زي ما اتعلمنا قبل كده بنشيل ال TR069 بحيث ما يبقاش في اي حد من بره متحكم في الراوتر بتاعك، سواء بقى كانت الشركة او اي حاجة تانية زي شركة هواوي او ايا كانت. اللي يهمنا طبعا وزي ما قلنا في بداية الفيديو وهو في اليوزر نيم والباسورد، بس طبعا هنا هنخلي 0 وهنا 35. طبعا ديت اعدادات الـ EDSL، الحاجات دي طبعا بتختلف في الـ VDSL. هننزل بقى تحت شويه، هنا هنلاقي اليوزر نيم اللي هي انترنت اكونت، هنلاقي هنا ان هي مش مكتوب فيها اي داتا ولا اي شركه، وهنلاقي هنا الانترنت باسورد ديت اللي هنكتب فيها الباسورد. يبقى هنا هنكتب اليوزر نيم وليكن مثلا ده، مثلا لو شركة وي بتكتب هنا @tedata.net.eg.eg، والباسورد بتكتبه زي ما هو، ما بتكتبش بعد منه حاجة.
وبعد كده بتضغط على سيف. طيب لو هو مثلا اتصالات، في اتصالات، في اتصالات بيكتبوا كلمة ETIS. يعني لو جيت هنا كده في اليوزر نيم بدل تي داتا بكتب هنا طبعا ETIS، وطبعا بيبقى حاجة تانية غير ده، يعني مثلا ممكن يكون أي رقم تاني مختلف. المهم حضرتك بتاخد اليوزر نيم والباسورد زي ما هما من الشركة، هو بيملهولك طبعا، بيقول لك بقى كان ETIS أو فودافون أيا كانت الشركة، هيقول لك إيه اللي بيتكتب في اليوزر نيم وإيه اللي بيتكتب في الباسورد. حضرتك بتكتب هنا اليوزر نيم وهنا بتكتب الباسورد وتحت بتضغط على سيف. في بعض الشركات هتتغير 0 35، في بعض الشركات بتكتب 38، حضرتك هتكتب زي ما هيقول لك بالظبط. تسأله برضو على ال VBI وال VCI هكتبها ايه، تمام. طيب بالنسبة بقى لل VDSL، ال VDSL مفيش اسهل منه، هتنزل تحت كده لحد ما تلاقي كلمة VDSL، اللي هي انترنت 0 69، وهنا مكتوب اهوت VDSL. تضغط على edit وهتنزل تحت، كل اللي انت هتعمله انك هتكتب اليوزر نيم والباسورد بتوع الخدمة. تكتب هنا اليوزر نيم برضو ايا كان الرقم اللي انت هتاخده من الشركة بتاعتك، وهتكتب هنا الباسورد. هنا طبعا بقى ولا VBI ولا VVCI ولا اي حاجة من الحاجات دي، اختار اي حاجة تانية. تعال كده نراجعها. طبعا هنا التي ار، طبعا هنا التي ار 069، هنشيل علامة الصح عشان ما يحصلش اي تداخل من بره وما يأثرش على الخدمة بتاعتي. هنا في الفيديو اس ال هتسيب كل حاجة زي ما هي، مش هتغير في اي حاجة. كل اللي انت هتعمله انك هتكتب اليوزر نيم والباسورد وبعد كده بتضغط على سيف. يبقى انت هتكتب يوزر نيم وباسورد وهتشيل علامة الصح من على التي ار وتضغط على سيف. يبقى كده اللي بيفرق في الكونفيجريشن بتاعي من شركة للتانية هو اليوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم والباسورد واليوزر نيم والباسورد اما هيجولك في رسالة من الشركة او حضرتك هتتصل بخدمة العملاء بالارقام اللي وضحناها وهتسألهم على اليوزر نيم والباسورد بتوع الخدمة. طيب حضرتك لو ما عرفتش تعمل اعدادات خالص، يعني او عملت الاعدادات والخدمه ما اشتغلتش معاك، حضرتك ممكن تاخد الراوتر وتروح بيه للشركه بتاعتك وهيعمل لك فيها الاعدادات، مفيش اي مشكله. الاعدادات الواي فاي طريقتين، من الهوم نتورك بعد كده دبليولان ستينكس وبعدين دبليولان انسكربشن. هنا هتلاقي اليوزر نيم اللي هو SSID، ده اسم الشبكة، وهتلاقي تحت هنا الباسورد بتاع الواي فاي اللي هو ده. هتغير اليوزر نيم والباسورد وليكن اهو، وادي الباسورد والافضل طبعا يكون ارقام وحروف وعلامات، والحروف تكون كابيتال وسمول. بتغير في اليوزر نيم والباسورد وبتضغط على سيف. دي طريقه. الطريقه الثانيه والاسهل هتدخل من هوم وبعد كده دبليولان اللي هي دي سيت اب دبليولان، هتلاقي عليها علامة الواي فاي. هتلاقي هنا طبعا مكتوب الاسم وهنا الباسورد، ده طبعا الاسم اللي احنا غيرناه دلوقتي. هتغير في الاسم والباسورد باللي انت عايزه طبعا، تضغط على سيف.
مش مشكلة، برضو ممكن نغير هنا الاسم، وادي الباسورد. وبنضغط على سيف. أظن كده إعدادات مفيش أسهل منها. كل اللي أنت هتعمله هتكتب اليوزر نيم والباسورد بتوع الخدمة، وعرفنا هنجيبهم إزاي عن طريق الاتصال بخدمة العملاء أو بيقولك في رسالة. وهتغير اليوزر نيم والباسورد بتوع الواي فاي، هتكتب الاسم وتكتب الباسورد وتضغط على سيف، مش أكتر ولا أقل من كده. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. واي سؤال او استفسار سيبهولي في التعليقات اسفل الفيديو، وبحاول ارد عليكم في اقرب وقت ممكن. وشكرا على حسن توعيكم.